طيب إذا خلينا نأخذ مقادير الموالح محتاجين لها. عجينة الباف بيستري هاي جاهزة بتكون. دقة زعتر، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، سمسم، حبة البركة، سماء، ملح، فلفل أسود، شطة مجروشة، وأي نوع من جبنة قابلة للدهن، خليط للتلميع، بيضة، يعني خليط التلميع هو منه بيضة، حليب، ورشة ملح وخل. هذا هو خليط أو ما في حليب كريم فريش. كيف اللي عملناه بالعجينة المدهشة؟ نفسه. أوكي. بس لما بدنا الخليط هاد ست رندا للحلويات ما بنحط ما بنحط ملح. أنا نسيت أكتب رشة. هو لا محطوط رشة ملح وخل. بنقيم الملح وبنحط فانيلا. للحلويات في بعض الحلويات وبعض الكرواسون والشغلات الحلوة بدنا نحط. بس يعني ما بتحطي ملح معها، بتحطي ملح للموالح للشغلات المعجنات بدها يكون في شوية ملح. أوكي. طيب إذا هاي هي كانت المقادير للموالح ورح نبلش هلا مع بعض. شوف بدك أي مساعدة مني؟ مش عارف. لا الرولة ها. يعني قولي لي إذا ما تستحي مني عادي. صينية بس. أوكي. هاي فيها البيتي فور. خلص باخذ صينية كمان. بصير آخذ صينية. خذي اللي بدك إياه، المطبخ تحت أمرك. الله يخليك. هاي في صينية ثانية هون. هي استحيت. رح أعمل سامبل صغير. هلا شوفي ست رندا، في أخت على الفيسبوك قالت لي إنه هاي بتعرفها وموجودة متوفرة، بس هاي اللي هي بنعمل منها المارغريتا أو بنعمل منها الميلفوي الطويلة، أنا أخذت نصها امبارح وعملت جزء وهذا الجزء، هاي موجودة بس راح تلاقيها بالسوبر ماركت الكبير المول بالقسم المجمدات، راح تلاقيها موجوده انا متاكده ان شاء الله، والها لها يعني ماركات تجاريه كثير، انا صعب انه احكي صح ما بدي لا ما فيك تحكي طبعا. فهلا راح نعمل اول وحده، هي سهله يعني ما فيها شغل كثير، راح نفردها. هلا ست رندا اخذنا عجينه الباف الكبيره مش المربعات الصغيره. أوكي. الكبيره المستطيله فردناها. طبعا في انه ارقى اكثر من هيك بس ما بدي حتى انه اعطي منظر حلو. فردناها وشويه طحين تحت وفوق، ندهنها هذا الخليط اللي حكينا عنه قبل شوي، بيض وحليب او كريم فريش شويه ملح ونقطتين خل. اوكي الوالده للتلميع. هلا في فكره عندي يعني هي هاي يمكن انعملت كثير بس في ناس يمكن اول مره بيشوفوها، وانا متاكده انه هاي الشغله اول مره حدا بيفكر فيها. كثير ستات بالبيت عندهم الادوات هاي، انا عندي ست كامل وما بستعمله، لو استعملته لقيته كثير يعني مو ماكن. فخليته منظر، بس كمان لما لقيت انه من هون الهاندل تبعته بقدر استعملها فقلت وليش ما استعملها واعمل عليها رول. يعني ممكن تفكيها. نعمل شرايط هيك. أوكي. وبنمسك هيك بنبلش نلف. برافو استغليتيها لشيء ثاني. لانه كثير في ادوات برضه لسه مش متوفره بالاسواق عندنا، وهيك حصلت على شكل زنبرك كثير حلو. حلزوني. بعد ما يستوي يعني بدك تحشي اللي بدك اياه، لانه انا نسيت احكي على الحشوان. لا اكيد بس البيتي فور يعني ريحته رهيبه. لسه لا لا هلا الريحه. بالنسبه للموالح يعني هاي الفكره وصلت، اعمل كمان وحده لانه بدي. بس كيف بدنا نشيلها هلا من ال بس تستوي وتبرد لحالها، بس تعمل هيك بتطلع لانه هاي كلها بدك تخليها بالفرن كمان. ما هي راح تفوت الفرن بهاي. راح نحطها هيك بالصينيه وراح تفوت الفرن. وبس تطلع من الفرن راح تصير هيك. شايفين كيف كثير حلوه شكل كرواسون. هلا هون الفيلينج الحشوه ايش ما بدك، لبنه فيها غير اللي جنب باكيتات الشيبس في السوبر ماركت، باكيتات صغيره هيك للدب بتحطوا على اللبنه وبتحشوها، لبنه جبنه ايش ما بتحبي بصير. هلا اجا الموالح عاد اللي بنشتريها من السوق. اوكي سهلكس كثير سهل.
هلا ندهنها اول شيء، يعني حتى جاء على بالي احطهم مجموعه حتى انه نختصر وقت. لو تلاحظي انا جبت العنخاله مو الابيض، يعني في ما انا ما شايفه ما راح تفرق كثير بس يعني. طيب اذا بذكر انه الساعه 2:30 صباحا بنعاد البرنامج مش على 3. اوكي، مع الموسم الجديد تغير الوقت، صار من الساعه 2:30 تقدروا تتابعوا دنيا يا دنيا بالاعاده. خليني اخذ هذا الاتصال معنا. امل، امل صباح الخير. انا مرحبا. هلا، كيفك شو اخبارك؟ انا منيحه، انت شو اخبارك يا امل؟ كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. شو رايك باللي عم تعمله فاطمه اليوم؟ إشي بيشهي عن جد وإشي بيجنن يعني بصراحة. حبيبتي لا بجد إشي من الآخر يعني. والبوتيفور عن جد روعة 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 يعني. حبيبتي فنانة فنانة. صحتين. أمل شو بتعملي في البيت؟ أنا؟ طالبة جامعة. أنت طالبة جامعة؟ هلا بإجازة أنتو؟ بإجازة. شو بتدرسي؟ شو تخصصك؟ أدب إنجليزي. بأي جامعة؟ باليرموك. جامعة باليرموك. وانا كثير كثير بحبك يعني بموت عليك. حبيبتي تسلمي الله يسعدك. والله مش هيك، مش بوجهها يعني، وتقريبا مذيعات رؤيا كلهم يعني. ان شاء الله والبركه كلها. بس بدي اسالك وين ديالا؟ ديالا الاسبوع الجاي حتكون مداومه ان شاء الله. استقنالها كثير. وهي كمان اشتقت لكم، بعت لكم تحياتها دائما. بس بدي اطلب من الانسه ست فاطمه المعمول. من عيون طريقة المعمول. لسه عم تعملوا معمول؟ عملنا. عملته بس يعني حابة طريقتها بتعرفي. بجد زاكية يعني. لا اليوم لا تعملنا اياه ضروري. عيون. لأنه شيء مختلف عن اللي أكلته قبل هيك. أنا بهاراتي مخصصة. لا وحتى هالشيء وللأسف مو من هون، عشان ما حدا يحكي لي على الفيسبوك شو بتحطي. مش من هون، ما بجيبه من هون. أوكي، إلا من وين؟ بس بدك تقولي لنا طريقة البهارات. تحت الهواء. تعرفينا الخلطة هي. لا لازم تحكي. طيب بالعلن. على أي حال شكرا لك أكيد ومشاركتك معنا. أوكي. شو عم تعملي هلا بس قبل ما ناخذ الاتصال الثاني؟ هلا هاي دقة زعتر عادية جدا. أوكي. أهم شيء إنه ندهن قطعة الباف بخليط التلميع. أوكي. هذا سماء عادي مع ملح. سماء مع ملح، وهذا دقة زعتر، وهاي الخلطة السحرية تاعتي أنا. بتمنى إنكم تجربوها بالبيت، كتير مفيدة للمعدة. معلقة كزبرة يابسة، معلقة كمون، رشة ملح، نص معلقة بابريكا، ورشة شطة. فيها ازحه للي بده ما بده بيقيمها. يعني هاي كثير طيبه، اعتبريها زي دقه الزعتر. ومعلقتين فستق سوداني. محمصين ومطحونين. بس انا بتسويها؟ انا بسويها بالبيت، كثير زاكيه، كثير طيبه بالمعجنات. وبالشغلات هاي بالذات يعني. هلا بدي ادوها عامله منها انت جاهز. هلا بنعمل هيك ستريبس. اوكي، وبعدين بنعمل تويست هيك. وبنحطها بالصينية. خليني أعمل واحدة هيك قدام الكاميرا. هي ما تخاف يعني، حتى لو نزلت الهاي يعني خليط التلميع بيخليها تمسك يعني. نعم. حتى اللي راح يوقع لزيادة مش وهيك هي. أوكي. نخلصهم كلهم هدول. بدي اورجيكم كيف الشكل بعد ما بيخلص بصير هيك. بس خلينا نحكي قديش بنحطه بالفرن. 10 دقائق. 10 دقائق برضو على 180. نعم. فاذا بتلاحظي ست انا في شكل ما عملته، اذا ما انا وقت بعمله اللي هو هذا. هذه هي اللي حكيت لك عنها. هي اللي هي الدقه اللي هي الدقه دقه الكزبره. وهي بارميزان تشيز. ورومي مصري. يعني هلا البهارات هاي او الاعشاب ايش انت بتحبي يعني. هو يعني كان يمكن كثير صعب انه نعمل نفس العجينه، بس هي حابين المره الجايه تعملي لنا العجينه نفسها. شو العجينه لحالها بدها حلقه. يعني هاي النقطة اللي احنا يمكن كثير في اشخاص بيقولوا لك العجينة نفسها. انا حتى هاي العجينة مو هاي اللي انا بعتمدها، انا امبارح في نوعية انا بستعملها بفضلها، هاي ماشي حالها ما بتشكي من شيء، بس في افضل. بس ما لقيت بالسوبر ماركت للاسف، فجبت هاي ومشي الحال والله يعني. يعني هاي بالبارميزان تشيز. حلو. وهاي بالزعتر، يعني هيك بصير اشكالها. هاي اللي عملناها مثل شو مش عارفة كيف اسميها، مثل الايش؟ مثل العين؟ مثل العين. وهدول هدول التويستات هدول لفيناهم.
وهدول اللي ممكن نحشيهم لبنه جبنه او شيء و... يسلموا ايديكي وعينيكي هيك... كل الشكر لك بجد، يعني اليوم امتعتينا بهالاطباق الحلوه والمميزه. يعني أنا حابة كمان بهالوقت هذا أشكر كل اللي شاركوا معنا عبر الفيسبوك. ما بعرف، أنا حاولت أني أقرأ قدر الإمكان الأسماء اللي شاركت، عم بحاول أعمل أبلود لإله عشان أشوف مين اللي أحمد تراوني بقول لك خالته فاطمة عندك بنات للجيزة. ما عندي غير ولد. حلوة حلوة حلوة. Only and lonely. بس سعيد عندها، بس سعيد. وسعيد اكيد محظوظ انه عنده ام زيك، لانه ما شاء الله عنك يعني جد. بقول لك بدي اجي انا والاهل اطلب ايد واحده منهم. طبعا اكيد يعني لو كان عندها بنت بتكون حمايه رائعه. بتمنى. شكرا لاحمد تراوني، كلامه حلو. بسلام ابو ساده، صباح الخير ويعطيكم العافية على الأكلات الزاكية. ربا خليل، مرحبا، أنا ربا من جدة صديقتكم بالغربة، كل عام وأنتم بخير. شكرا لإلك وكتير حلو شعرك، عجبك شعري. شكرا لبالك كتير. أوكي فاطمة، شو عم تقول لك؟ يسلموا الشيف فاطمة لأنها بتعملنا بتعلمنا كيف نستخدم أدوات، ممكن تكون مرات عندنا الأدوات بس مش عارفين كيف نستخدمها. بالضبط كلامك صح يا روبا، وتواصلي معنا دائما حتى لو كنتي بالسعودية. احنا يعني هيك لما بتتواصلي معنا بنحس كأنك أو بتحسي كأنك موجودة معنا هون. أهلا وسهلا فيكي. مونة الشريف بقول أنا مصري وحابب أعرف طريقة عمل المسخن. من عيوني. نعمل مسخن. شكله كاين بالأردن، شكله كاين بالأردن، فحابب يعرف. فواز نظامي، صباح الخير للشيف كمان، وأنا بشكركم كثير على الحلقة. إذا في صفحة للشيف فاطمة على الفيسبوك، الله يعطيكم العافية. إلك أنت على الفيسبوك معي؟ لا، إنه إلك أكاونت هناك. شو مشكلة؟ بيقدروا يدخلوا على اسم فاطمة الشرباتي. أوكي. أوكي نادين شاهين، لو سمحتي بدي استعمالات البوتش. البوطش. البوطش؟ البوطش هذا استعمالاته. بسكوت الزبدة اللي كنا نشتريه زمان بالعلب التنك. اوكي. يا الله والله هيك كثير يعني جد. في نوقة كمان انا مسويته، يعني هذا صحن ضيافة، انا هذا كان تقديم لضيوف بالعيد. كثير طيب شهي. يعني هذا كل هذا بالرز، هذا بالرز المطحون. هاي نوقة. هاي كمان انت عملتيها؟ كله هذا صحن ضيافة. نعم. يا ريت نركز عليه شوي بالكاميرا. هاي بدي اجربها، انا بحبها هاي اللوغا. هاي ايش بسموها بالعراقي؟ منو سلوى. منو سلوى هي بتشبهها؟ منو سلوى بحط فيها هيل اكثر. بس نفس اللون. بس هاي لازم تاكلي قطعتين مشان تحسي بالطعم. ما بينفع قطعه واحده. طب هاي بدك تعملي لنا اياها شي يوم. من عيوني حكت لي سهى الله يرضى عليها، بس برضه بدها حلقه كامله. الباف بيستري بده شغل حتى انها توصل الفكره. كثير طيب. ما بعرف اجيبهم هون ولا اخليهم هون، ما بعرف. هلا حاطينها على الكاميرا احنا. لا شكله بشهي بالفعل، وهو زاكي كثير. على اي حال يعني اعذروني اذا ما قدرت اقرا كل التعليقات، لكن بشكركم، بشكر تواصلكم معنا. كل الاشخاص اللي حكونا على التليفون برضه شكرا لهم. حلقتنا انتهت لليوم، موعدنا رح يتجدد يوم السبت القادم ان شاء الله. بكره في حلوه يا دنيا من جديد، رح يرجع معكم موسم جديد. تابعونا على قناة رؤيا، ودائما يعني بنتمنى دائما تتواصلوا معنا على طول في برنامجنا. باي باي.